لكم معجزة الصبار العلاجية. واحد، يوقف نمو أورام السرطان. 2، يقلل من ارتفاع الكوليسترول في الدم. 3، يعزز الأكسجين في الدم. 4، يخفف من التهابات ويهدئ من آلام التهاب المفاصل. 5، يحمي الجسم من الأكسدة. 6، يمنع حصى الكلى. 7، يعالج القرحة وداء كرون واضطرابات الجهاز الهضمي. 8، يسرع في شفاء الحروق الجسدية. 9، يوقف سرطان القولون ويشفي الأمعاء. 10، يوقف الإمساك. 11، يساعد في استقرار نسبة السكر في الدم ويقلل من الدهون الثلاثية عند مرضى السكري. 12، يمنع ويعالج التهابات المبيض. 13، يحمي الكلى من الأمراض. 14، يعزز أداء القلب والأوعية الدموية. 15، يساعد في الشفاء من الأمراض والمجهود البدني. طريقة استعماله: نتخلص أولا من قشرته الخارجية ونستخرج الجل الموجود داخل الصبار ونضعه في الخلاط إلى أن يصبح عصير. ممكن أن نضيف معه بعض من لب الخيار لتصبح فائدته أكبر، ويشرب منه بمقدار كوب كل يوم. ممكن وضع قليل من العسل ويحفظ ما تبقى منه في الثلاجة. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.